نتكلم اليوم عن خطوات اختيار التخصص، شلون اختار التخصص مالي، وبعدين اعرف تعرف على القطاعات اللي موجودة وتعرف على ميولي انا. شنو المفروض نختار؟ هل المفروض اختار اول شيء تخصص الجامعة، ولا اختار الجامعة اصلا، ولا اختار الشغل اول شيء؟ شنو المفروض هي اول شيء؟ استفاديت اليوم اني لازم اعرف شنو انا قبل لا اختار اي شيء، يعني لازم احدد اهدافي قبل اي شيء لازم انا اختاره. لازم اشوف المؤسسات شنو تحتاج او شنو تتطلب عشان اكتسب هاي المهارات. الندوة اليوم كانت يعني تسوي فوكس او تركيز اكثر على طلاب المدارس، بس انا اكثر شيء استفدت كوني خريج او باحث عن عمل ان عرفوني على المشاريع، وهاي كانت اخر فقره من الندوه عن المشاريع والمساهمات اللي تسويها تمكين للطالب الخريج. بس هذه الحين اذا عرفت انا شخصيتي تميل حق القياديه، لازم يمكن أفكر في وظائف تتناسب مع الشخصية القيادية. مثلاً قد أكون مدرس، لأن التدريس له علاقة بالقيادة. الحين مو بشرط، أنا بس قاعد أعطي مثال. أجهز هذه المحاضرة علشان أقدر عشان تساعدني على إني أحدد تخصص الجامعة اللي راح أدخله بعد التخرج، وكانت محاضرة غنية عن التعريف. قدرت إني أتعرف على أهم الأشياء اللي لازم أتخذ اللي لازم أحطها في بالي علشان أحدد التخصص الجامعة اللي أنا راح أدخله، وساعدتني على إني قدرت أحد من الخيارات اللي عندي، وهذا شيء ساعدني.